يعني انا بدي اشكر الاستاذ حسام هنداوي على اهتمامه يعني بالارشيف تبعي وبالاغاني اللي عم بيجمعه. يعني بتنبه الاستاذ شربي عن هذا الموضوع، وانا يعني كثير ممنون وكثير بشكره. ان شاء الله هيك الايام تقدر تجمعنا سوا ونتعرف عليه، يعني ساعتها نكون كمان زياده الخير خير. الف شكر له ومرسي لك يا خي شربي. لو ما حكيتك، لو ما حبيتك، لو ما كانوا عيوني عرفوا النوم، لعرفت اللوعى يوما، يوما. لو ما حكيتك، لو ما حبيتك، لو ما كانوا عيوني عرفوا النوم، لعرفت اللوعى يوما، يوما. لو ما حبينا وتعبنا ولو ما القلب لكننا مكاتب كتبنا لبعثنا مراسيل. لو ما حبينا وتعبنا لو ما القلب يميل، لكننا مكاتب كتبنا لبعثنا مراسيل. لو ما الطير اللي طار بنقول عنك اخبار، لكن تعرفت اللوعى ولا هم الدنيا ولوما. لو ما حكيتك، لو ما حبيتك، لو ما كانوا عيوني عرفوا النوم، لعرفت اللوعى يوما، حكي الناس ولا عرفتك حلويتنا الجيل. لو ما شفتك يوم اللي شفتك كنت بيت صغير. لا حكي الناس ولا عرفتك حلويتنا الجيل. لو ما ارتمنا مواعيد وحلمنا بعمر جديد، لكن تعرفت اللوعى ولا هم الدنيا ولوما. لو ما حكيت، لو ما حبيت، لو ما كانوا عيوني عرفوا النوم، لعرفت اللوعى يوما.